لا لا لا، هنتقابل طبعا في اسرع وقت يا ست. اجيلك تجيلي مش فارقه، ما احنا جنب بعض كلها خطوتين. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا ساره، ازيك يا حبيبتي؟ صباح النور. ايه خير، بتكلم مين على الصبح كده؟ لا دي مكالمه في الشغل، ما تشغليش بالك خالص. شغل؟ ويا ترى بقى بتكلم مين في الشغل؟ لبنى. كنت بقول لها ان احنا اما نخلص الدكتور ان شاء الله لو في وقت هعدي على المكتب قبل ما اروح المسابقه. وكمان في مسابقه النهارده؟ غريبه يعني، ما قلتليش. وكمان بقى لك فتره مش بتجيب سيره المسابقه. اصل هم عمالين ياجلوا كل مره بحجه شكل من ساعه ما الروبوت بتاع سامح باظ، فاكرني مش فاهم ان هم بياجلوا لحد ما يصلح الروبوت بتاعه. ماشي. طب ايه، تحب اعمل لك فطار؟ لا شكرا، خليك انت في الشغل. طب اساعدك في اي حاجه؟ لا. طب على فكره شكلك زي القمر النهارده. شكرا. كنا هنتقفش. بس والله تنفع. ايه ده يا ابني، سلامتك، مالك؟ لا لا لا، انا الحمد لله انا كويس. بص، ايه ده، انا عملت كده عشان باشمهندس هدير تتعاطف معايا وتسالني مالك وكده. وانت مالك يا باشمهندس؟ الف سلام عليك. لا انا كويس جدا، انا عملت كده عشان لبنى تتعاطف معايا وتبطل تضربني. سبحان الله، نفس التفكير. طب احنا لو دخلنا زي بعض كده هنتقفش. عندك حق. طب انا عندي فكره. ايه؟ تعال نبدل، تعمل ان انت ايدك مكسوره وانا اعمل ان انا رجلي مكسوره. طب ما هي ما عملنا ايه كده؟ طيب تيجي نعمل حادثه ونتكسر بجد؟ مش للدرجات ده هادي. بقول لك ايه، احنا ما نخشش مع بعض. ازاي يعني؟ انت خش الاول وانا هسبقك. ماشي والله، فكرة حلوة جدا. يلا بي. يلا. ايه ده ايه ده، الف سلام عليك يا باشمهندس، اسند عليا. يا عم بمثل، بقول لك بمثل والله العظيم، صدقتك. خش يا هادي. الف سلام عليك. جبت سلاح على البدلة؟ جدا، يا ريتها جت فيا. بيخونك. تفتكري؟ افتكر. لا بس يوسف مش كده، انا متأكدة ان هو مش كده. كل الرجالة كده الا يوسف. يبقى مش راجل. استغفر الله العظيم، ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ طب استني كده. الو. ايوه يا مدام ساره، صباح الخير. صباح النور يا لبنى، ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، يوسف هو بيكلمك من شويه كده، كان نسي اقول لك على حاجه قبل ما يقفل. باشمهندس يوسف ما كلمنيش. ازاي يعني؟ ولا حتى بعت لك فويس نوت؟ لا خالص والله، ده حتى الموبايل في ايدي. يبقى انا فهمت غلط يا لبنى. ماشي اوكي، معلش. ماشي، باي باي. باي باي. بتكذب عليا يا يوسف؟ شفتوا؟ ما طلعش لبنى اهي زي ما قال. طب تسمحي لي اتدخل؟ لا. يبقى اختبريه. قلت لا. اكونت كده على السوشيال ميديا، خش انكشيه وبعتيلي شوف هيقول لي يا نبويه. قول. تصدقي فكره؟ انا هعمل كده. لا لا لا، مش هقدر اعمل كده، اصل يوسف استحاله يعمل فيها كده، والله انا متاكده. هعمل فيها كده ليه يعني؟ عشان خد اللي هو عايزه. تصدقي ممكن؟ بس معقوله؟ معقوله هيعمل فيها كده وانا حامل؟ ده بالذات وانتي حامل، لانك مجنونه. اتخرسي يا زومبا بدل ما احدفك بحاجه في وشك. معلش يا ست ساره، انا مش عايزه اتكلم، بس انت اللي سالتيني. الصراحه زومبا عندها حق، كل الرجاله بتخون مراتها وهي حامل. وهي مش حامل كمان. ما تهدي يا ولا عندي. طب قولي لي بس يا ست ساره، هو بيعاملك حلو قوي؟ بيعاملني حلو قوي، وبيدلعني، هو يتمنى لي الرضا ارضى. ده كان لسه عايز يعمل لي فطار من شويه. تحذير تحذير. في ايه؟ ما انا بقول بيعملني حلو اهو. يبقى بيخونك زومبا. صح، الراجل لما بيخون بذرة الضمير اللي جواه بتنقح عليه، بتخليه يعامل مراته كويس. طب ها ها، اقول له ايه بقى دلوقتي؟